شايف مبادئ النادي الاهلي ازاي؟ ازاي فما كما قلت لك فما ثوابت، فما قواعد لازم تمشي عليهم في النادي الاهلي. فما حاجات مثلا انا اعطيك مثل انه في السوبر الاخراني اللي خسرناه كان فما شويه مشاكل بعد المقابله، هذا اللي كان النادي الاهلي رافضه انه احنا ننتصروا ولا نخسروا لقب ما نعملوش الفرحه ولا المشاكل اللي تحصل. خذينا دوري، متعودين ناخذوا دوري، متعودين ناخذوا كاس، متعودين ناخذوا سوبر، ناخذوا الكاس ندخلوا للغرفه نتاعنا نحتفلوا في الغرفه نتاعنا. ده حاجه من الحاجات اللي موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي مش لازم تستسلم، يعني طول ما انت داخل على حاجه لازم تاخدها، دي البطوله بتاعتك، عندك الاصرار والعزيمه، اصرار وعزيمه، ولازم تحط في دماغك الدوري ده او البطوله الافريقيه او كاس بتاع النادي الاهلي. احنا مش داخلين نشارك وخلاص. طيب.